وفي خبرنا لا، شوت ماتي أيها بقول المتخاذل. لك ايه يا معطوبة تشان، انت تقعدي على أنا جنب عشان معطوبة هي كتلة التخاذل يا ويب هيست. وفي خبرنا الاول الانمي اللي كان مقلب بالنسبة لمتابعي بونجو ستري دوجز، معلش يعني اذا كنت بنكت عليك، ولكن اللي هو كان بدل الموسم الرابع بونجو ستري دوجز 1 سيعرض في يناير 2021 القادم. الانمي ده هو عبارة عن حاجة جانبية كده، وغالبا مش هيكون اكتر من انه هو انمي كوميدي وبس. في خبر الحالة الصحية الاودا مش على ما يرام، واحنا عارف شايفين الكلام ده كله اساسا من توقفات المانجا، ولكن كان في اخبار عن ان حالته الصحيه الخاصه باودا هي بقت مستقره دلوقتي او بدات تتحسن. نتمنى الشفاء العاجل لاودا وان المانجا ترجع ويكون الاحداث كده يظبط لنا الاحداث اللي عماله تنزل تنزل. والاسبوع ده ما فيش اي فصل الوان بيس، او ما كانش فيه فصل الوان بيس. الاسبوع الجاي برضو ما فيش فصل الوان بيس. الفصل الجديد هيرجع يوم 17 اكتوبر القادم، فانتظروا يعني، وان شاء الله يعني بعديها سلسلة التوقفات الكثيرة ديت ان شاء الله تتوقف. بتاريخ 4 ابريل 2021 سيقام معرض خاص بسلسلة المغامرات العجيبة جوجو. الفكرة من المعرض ده ان هو في كلام عن ان من الممكن يكون حاجة او زي ما تقول كده اعلان عن الموسم الخامس او السادس، قالوا البارت السادس يعني عامه، فكنا من نقطه المواسم ديت لانها بتلخبط في جوجو. عارف ان انتم مستنيين، في ناس منكم مستنيه المراجعه، وان شاء الله يعني هتنزل قريب، ان شاء الله هتكون قريب، واوعدكم ان هي هتكون اقرب من 4 ابريل ان شاء الله. ان شاء الله يعني 6 شهور، 6 شهور مش كتير برضه يعني، بس ممكن كمان شهر، ممكن كمان شهر ونص بالكتير، الله اعلم ساعة لما خلص سلسلة مانجا ويتشي هات. استطاعت الحصول على افضل مانجا او لقب يعني افضل مانجا وجائزة افضل مانجا في معرض هيرفي اووردز. الجائزة ديت بتعطى لكتاب الكوميكس او المانجا او القصص المصورة يعني بشكل عام، والمفترض ان الجائزة ديت عائد التاريخ بتاعها لسنة 88 1988. فقشطة، الف مبروك، وان شاء الله يعني نشوف بقى ممكن انمي للقصه او للمانجا دي، نقول ان شاء الله يتم الحصول على انمي ليها قريب عشان نشوف بقى ايه قصتها وايه الحلاوه يعني اللي فيها كده. اعلان حصول روايه اوسانان جيمي على انمي المقرر عرضه في تاريخ 2021 السنه الجايه ان شاء الله من استوديو دوجا كوبو. وبرضه حاجه غريبه كده، انمي قصير ناتسومي اللي هو اساسا تقريبا شفت السلسله بتاعته دي، انا شفت جزء من ضمن الاجزاء اللي هو كان تقريبا الموسم الثالث او الرابع منه، وكان من ضمن سلسله من السلسلات. هو الانمي كان رايق اه وحلو جدا، ولكن حسيت ان انا مش محتاج ان انا ارجع للبدايه خالص، والسلسله شكلها طويله. ولكن ده مش الغريب ابدا في الخبر، الخبر الغريب فيه ان الانمي القصير ده هو جاي لصالات السينما اليابانيه يوم 16 يناير 2021. انمي قصير، هو انا الغريب في الخبر ده ولا حاجه؟ ووصول الموسم الدعائي للموسم الثاني من انمي يورو كامب اللي هو جاي في يناير 2021، لو من الواضح يعني من الموسم الدعائي بتاع ان هو انمي هيكون عباره عن شويه لطافه وكياته وبنات بلا بلا بلا، واللي هو انمي تقريبا فارغ من المحتوى، قد يكون حاجه زي كده وانا بحكم من البوستر. تخيل تحكم على انمي من البوستر، اي ده بس تشدك. هو ما عملش الكلام ده كله، هو عمل الكلام ده كله وانا عايز اروق على حاجه ما بفكرش فيها بس. وبعد عرض الحلقه الاولى من انمي جوجوتسو كايزن اللي ليها مراجعه هنا او هنا على القناه، يعني بما ان انت لسه لحد المراجعه نزلت قبل ما الحلقه ما تنزل. لا بس هو يعني الغريب في الموضوع ان الحلقه ذات نفسها تم تسريبها، فعشان كده انا عرفت ان انا اتفرج عليها قبل ما هي تنزل بشكل رسمي. ولكن ده مش الخبر يعني، انا مش عارف انا بتوه دايما ليه. الخبر ان بعد عرض الحلقه الاولى الوسم الخاص بجوجوتسو كايزن ولكن باللغه اليابانيه، اعتقد تصدر اليابان على تويتر غالبا برضه يعني، انا بخمن برضه ممكن يكون على الفيسبوك، ولكن بما ان الخبر موجود على تويتر فانا قلت ان هو هيكون جدير برضه بالذكر ان الانمي هيكون موجود على منصه كرانشي رول بترجمه رسميه منهم اللي هي هتكون العربيه، وهينزل بشكل دوري يوم الجمعه. في خبر كنا متخيلين ان هو هيجي له وقت ما وهيتم تحديده وهيداس على الناس اللي هي كانت منتظره للموسم الثالث من الانمي ده، تأجيل او يعني اعلان بقى بشكل رسمي ان الانمي سيستمر، انمي كينجدوم بالموسم الثالث الخاص بيه هيجي في موسم الربيع 2021 بعد التعليق اللي احنا كنا متعلقينها من ساعة لما توقف عند الحلقة الرابعة. الاستوديو القذر الوسخ ده هو اللي بيكمل بورتو، بيكمل
بلاك كلوفر بيكمل ايا كان اللي بيكمله على دماغ امه، في الاخر بيأجل الانمي المنتظر تقريبا من سنة 2015 2014. الموسم ده منتظر بقاله اكتر من 5 سنين، فساعة لما يرجع ايه مش كفاية اصلا ان هو خرب اصلا اجواء الانمي في الموسم الاول والتاني منه، لا هو كمان بيخرب يعني بعد ما شفنا يعني مستوى من الممكن يكون رسم معدول لرسم عدل، مستوى تحريك كويس، لا احنا دلوقتي جايين نأجل الانمي اساسا اللي ممكن يخلي الناس تشوف حسنة في بيرو بعد كل البلاوي اللي هو عملها بكل الانميات اللي هو مسكها. تقريبا ما فيش اي انمي سلم من الاستوديو الوسخ ده. الكشف عن الملصق والعرض الترويجي الاثنين مع بعض، الانمي اكاديمية بطلي اللي هو جاي في موسم الربيع 2021 السنة الجاية. يعني هو البوستر ما بيحرقش، وعلى كلام الناس ان العرض الدعائي برضه ما بيحرقش، وانا ما بتفرجش على اي عرض دعائي لايا كان. يعني ان شاء الله لو انشبحت ان شاء الله احسن، مش عارف مش هتفرج. الناس ديت ناس لا تؤتمن ابدا ولا يعني تأمنش لأي حد بيعمل عرض دعائي، لأن هو هدفه إن هو يشدك. ويشدك إزاي؟ بإن هو يحرق، وأنا مش عايز يتحرق عليا. دي بيبقى اسمها وساخة. إعلان عودة المؤلفة أكيرا أمانو اللي هي من أبرز أعمالها هيتمان ريبورد بعنوان جديد اللي هو كامونو. المقرر إن هي هترجع أو العنوان ده هيصدر عبر التطبيق الخاص بجامب بلس أو جامب، والتاريخ اللي هيصدر بيه المانجا ديت أو أول فصل هيكون في 11 أكتوبر اللي جاي. فيعني انتظروا العمل. ولكن يعني رجوعا كده الهيتمان ريبورن، هو الانمي اللي عليه وسم من كل اللي شافوه ان هو صاحب اسوأ بداية في التاريخ. بداية العمل ده معفنة بكل ما تعنيه الكلمة، معفنة وبيض. بعد كده الاحداث من الممكن ان هي تكون بتتحسن بشكل او باخر، وبتبقى احداث مقبولة شويتين وفيها نوعا ما يعني شوية شوية ترابط، ولكن البداية لا تشفع لدرجة ان هو بقى فيه فيلرز وبقى فيه تمطيط وبقى فيه بتاع ده اختصار للحلقة. تخيل يا مؤمن، تخيل ان هو جمع التلاتة. يعني الحلقة من الممكن يكون فيها تقريبا ان انت بتسترجع ذكريات الحلقة اللي فاتت لمدة 10 دقايق، والحلقة اللي قبلها اصلا هي عبارة عن نفس الحركة. يعني الناس اللي مش عاجبها ون بيس في الحلقة اللي هو فيها، لا استوديو توي انيميشن هو مجبر عشان كده، عشان التوقفات بتاعت اودا. كل العوامل اللي كانت موجوده عشان الانمي ده يكون معفن كانت موجوده، وما بقولش حتى ان بدايته كانت حلوه، بدايته برضه كانت معفنه، ومن الواضح ان ديت من المانجا لان هي ما كانتش حلقات فيلر. نتامل خير يعني بقى في العمل الجاي، بما ان زي ما قلت الاحداث اللي حصلت بعد كده يعني كانت حلوه، كانت حلوه ولطيفه. مش هيكون لي مراجعة، لا. استطاعت مجلدات سباي اكس فاميلي ان هي توصل لحاجة 6 مليون نسخة مطبوعة، 6% من ديمون سلاير الكوميديا. بوم. فيعني من الواضح من الناس اللي كانت بتتكلم، بالذات ان انا قريت او شفت ناس كتير بتتكلم عن العمل ده، من الواضح ان هو قد يكون عمل جيد، ولكن زي ما قلت يعني هو 6% بس من ديمون سلاير. الموسم الثاني من انمي سلايم قادم في 12 يناير 2021، ده الموعد اللي هتصدر فيه اول حلقة، وكان تم الاعلان ان هو هيكون في 5 يناير، ولكن بعد كده حصل تحديث ان هو هيكون يوم 12. مش عارف ايه الفرق بصراحة، ولكن هو لسه على نفس الميعاد ما اتغيرش. في ناس بسم الله ما شاء الله عليهم على كل مواقع التواصل بيعرفوش يمسكوا لسانهم ويقولوا لا الموسم الجاي هيحصل فيه كده، دول عايزين يتسحب لسانهم. يعني ممكن لسعة بس شويتين، مش هنقطعه يعني، مش لدرجة ان هم حرقوا ان احنا هنقطع، بس انا لو شفت واحد فيهم بصراحة كنت هديله بالبوكس بصراحة. ومزيد من التفاصيل حول الموسم الثاني من انمي وولد تريجر هيكون بتاريخ 30 اكتوبر المقبل، ده لسه هيعلنوا عن التفاصيل. يعني هو لا مش جاي يوم 30 اكتوبر عشان ما تتحمسش لو كنت منتظر للانمي، اللي هو يعني من المتوقع جدا بما انهم قايلين ان الايام ديت جايه، من الممكن ان هو يكون في خلال السنه الجايه. تامل خير، تامل خير وبس. يعني اختم انت بقى يا نوزيتشان.